بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيد. آسف الصوت يمكن مو بزين شوي، الكمبيوتر هذا شوي مو بالكمبيوتر كان يشتغل عليه قبل، أنا بيت جديد الحين والمكيف أدري يشتغل مسوي إزعاج، بس طفيت المكيف تو قبل شوي، سجلت فيديو وقفته لأن ذولا ماتوا حر، في عندي ناس نايمة هنا، هم مو بناس ناس يمكن أحسن من الناس بعد. طيب قبل ما نبدأ ليسألون عن سناب شات حقي، نفس المعرف حق شو اسمه حق تويتر، نفس الاي دي حق تويتر عبد المجيب بالانجليزي، نفسه حق الفيسبوك نفسه غيره. اللي بيضيفني على سناب شات يجي هناك، يمكن اتكلم عن لينكس 5% من الوقت، اغلب سناب شات حياتي الخاصه والهاسكي حقيني هنا. طيب ايش بتكلم عنه اليوم؟ بتكلم عن فاجرانت. وشو فاجرانت؟ عشان ما اطول الفيديو هذا بختصره، لانه احتاج يمكن نص ساعة عشان اشرحه كامل، لكن بعطيكم المفاتيح وبعطيكم المراجع حقت الفاجرانت، بحيث انه معك المفتاح تقدر تفتح اي باب. الفاجرانت عبارة عن ايش؟ الفاجرانت عبارة عن برنامج يعطيك امكانية انه يكون عندك بيئات تطوير مختلفة، اوكي، قابلة للحذف بسهولة بدون ما انك تغامر بجهازك. ايش قاعد تقول انت؟ اوكي، اذا كنت مطور ويب حاب تركب الاباتشي سيرفر والعفش الباقي هذا، راح تنزله على الهوست عندك الكمبيوتر حقك، تنزل الاباتشي للاخره، ماشي. بعد ما تنزل الاباتشي والبي اتش بي والماسكل سيرفر والبي اتش بي والادمن الدنيا هذه، اوكي، راح تبدا تطور البي اتش بي، صح؟ طيب عندك الان افترض 10 مشاريع، راح يكون عندك 10 قواعد بيانات موجوده في كمبيوتر واحد وتخربطوا، ولو خرب السيرفر عندك طفت كل برامجك هذه. الفاجرانت ميزته انه يعطيك بيئة تشغيل لكل مشروع خاص فيك، اوكي، ايا كان نوع المشروع، يعطيك انفايرمنت هو، اوكي، ايا كان نوع مشروعك في النتوركينج في اي شيء، هو عبارة عن فيرتشوال ماشين، يعني ما وقفت على الديفلوبمنت حقت الويب، ممكن تسوي ما ادري فويس اوفر اي بي اذا تبي عن طريق الشبكة عندك وسوي تيست الى اخره. هذا باختصار شديد هذا هو. طبعا هو يعتمد ان يكون عندك واحدة من ثنتين، يا الفيرتشوال بوكس يا الفيم وير. انا اشتغل على الفيرتشوال بوكس لانه اوريدي موجود. نختصر الكلام ونركب الفاجرانت ونشوف اكشن، اوكي، وشو ميزاته، تمام، عشان نفهم ايش قاعد يصير. طبعا انا اتوقع انه الشخص اللي قاعد قدامي شخص مطور الان ويعرف ايش قاعد وش معنى تطوير الويب، ايش معنى تطوير النظم، ايش معنى حتى الشبكات وغيرها. هذا الفيديو غير مخصص للناس اللي بس الاستخدام اليومي، ولكن كمعلومه ممكن تستفيد منه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول نبدا على الطرفيه اكيد. اها طيب، الفاجرانت وين موجود؟ الفاجرانت موجود في المستودعات حقت البرامج، زين. انا ما استخدم الاصدار الموجود في المستودعات لسبب واحد، انه اقدم من الاصدار الحديث. طبعا سودو اب جيت انستول فاجرانت، هذا كل عليك تسويه في التوزيعات الديبيانيه في فيدورا وغيره، بنات الريد هات انستول فاجرانت. على كل حال انا ما ابي اطول الموضوع اصلا، ما راح تركبونه من هنا، افضل انكم تركبونه من الموقع الخاص بالفاجرانت. طبعا كل اللي سويته انا كتبت فاجرانت في جوجل، بس شايفينه فاجرانت، دخلت على هذا فاجرانت هاشيكوم، زين. هنا في عندكم الداونلود، تضغطون عليه. الداونلود راح يعطيك الخيارات الآتية. الخيار الأول هو ديبيان، بعدين ويندوز، بعدين سنت أو إس، بعدين ماك. ديبيان يعني أبونتو، يعني لينكس مينت، يعني كال لينكس، يعني كل التوزيعات اللي تستخدم آبت جيت باختصار. ويندوز واضح، سنت أو إس كل التوزيعات اللي تستخدم واي يو إم، توزيعات ردهات، زين. والماك واضح، زين. اللي عليك تسويه إنك تختار الحزمة وتركب البرنامج بس. بعد تركيب البرنامج طبعا بيجي واحد يسأل يقول كيف ركب برنامج، بقول لك الدرس هذا مو بطريقه تركيب البرامج، الدرس هذا الفاجرانت. كل واحده من هذه التوزيعات انا شرحت كيف تركب البرامج عليها. بس على كل حال بعد ما تنزل الملف تضغط يركب البرنامج، يعني ما في شيء صعوب، صح؟ طيب الان بعد ما تركبه تاكد من الاتي، اكتب فاجرانت في عشان تاكد من النسخه ان 2.0.0، اوكي، عشان طبعا ممكن بعدين تركب نسخه 3، بس اتوقع ما يغيرون الاوامر. طيب اللي راح اسوي اول حاجه، راح اسوي دايركتوري جديد، ميك داير بسمي فاجرانتس، ماشي، اوريدي اكزيست ترى مره في حبيبي فاجرانتس، ما نبي، لكن مسوي فيديو قبل شوي بس وقفت وقلت لكم صار حر شوي. الان راح نسوي المجلد الجديد ميك داير فاجرانتس. طيب بعد ما سوينا الفاجرانتس راح ادخل على مجلد الفاجرانتس عندي، بسم الله، بسوي السيرفر الاول حقي. كيف اسوي السيرفر؟ ايش اسم السيرفر؟ يعني ايش بعطي اسم؟ بسميه مثلا ويب سيرفر، ميك داير ويب سيرفر، اوكي، واحد ويب سيرفر واحد. بسوي سيرفر ثاني ميك داير ويب سيرفر 2، ايش قاعد تسوي انت؟ اوكي، راح ادخل على ويب سيرفر 1 الحين. داخل ويب سيرفر 1 راح اكتب فاجرانت انت، هذا الكوماند راح ينشئ لنا ملف الاعدادات الخاصه بالفاجرانت، اوكي. طيب بسم الله نكتب نانو فاجرانت.
نانو طبعا عشان احرر الملف، انت بتحرر الملف باي محرر نصوص. اللي يهمنا هنا هو اول خيار هذا، ايش اسم البوكس حق البوكس، عباره عن ايش البوكس؟ عباره عن نظام التشغيل، اوكي، او عشان اوضح لك اكثر، عباره عن درايف، عباره عن هارد ديسك فيرتشوال، اللي تبيه، اوكي. طيب انا البوكس هذا منين اجيبه؟ نظام التشغيل اللي حاب اشغله من وين؟ اوكي، انا ممكن اكتب اوبونتو زينايل 64. من وين جبت الكلام هذا؟ هذا بوكس موجود على النت اصلا. طيب من وين جبته؟ لو دخلنا على كتبنا في جوجل فاجرانت بوكسز راح نحصل هذا الموقع اللي هو app.vagrantapp.com، نضغط عليه راح تشوفون هنا في بوكسات، زين، كل بوكس له طريقه، له وصفه، له شرحه، زين. فتلاحظ ان هذا اوفيشال ابونتو سيرفر 14.4 له 200 سبورت تي اس، زين. هنا يقول لك لارافيل هومستيد اوفيشال لارافيل لوكال ديفلوبمنت بوكس، يعني تنزله وتشتغل على لارافيل الخاصه بالبي اتش بي، وهكذا في شغلات كثيره تحت موجوده. شخصيا انا استخدم النسخه هذه 64 واسوي اعداداتي وخلاص مره واحده، كل ما حبيت اسوي سيرفر انقل ملفي من هنا الى هناك بس. طيب هذا ملف الفاجرانت فايل الحين، اوكي، زينايل 64، ايش احتاج تسوي يا عبد المجيب؟ الخيار هذا انا ما احبه ابدا، زين، راح اشيله او راح افعله. هذا الخيار لما افعله ما راح يشيك على النسخه، على البوكس عندي هل هو قديم او جديد، زين. عندك البورت فورد، لو حبيت تسوي اعاده توجيه البورتات اللي عندك ممكن تسويها من هنا، بس افتراضيا اذا كنت تطلع على الويب موب ترى ما محتاج الشغله هذه. في حاجه برضو بكلمكم عنها، او خل اكلمكم عنها الان، في كوماند اسمه فاجرانت شير، اوكي. الفاجرانت شير هذا الغايه انه يعطيك لك يو ار ال تعطيه للناس يشوفون شغلك، ماشي، من الكمبيوتر الخاص بك. طيب انا هذا كله ما بيه، راح اتكلم هنا عن حاجه ثانيه غير الدلع يا اخي دبان، خلنا كونفيج نتورك برايفت نتورك. هذا البرايفت نتورك عباره عن ايش؟ عباره عن انه راح يكون عندك نتورك خاصه او شبكه خاصه داخل الكمبيوتر الخاص فيك، يعطي لك اي بي ستاتيك يكون معك دايم، بحيث انك تقدر تصل للمشين هذه عن طريق هذا الاي بي. طبعا انت متغير تحط 11.12 تغير الاي بي بكيف وش يرجع لك، اوكي. بابليك نتورك، ممكن بابليك نتورك تشغلها برضو، بابليك نتورك عشان تكون برضو عندك اي بي على النتورك اللي شغال عليه، بحيث انه اي جهاز ثاني على النتورك حقتك ممكن انه يدخل عندك هنا. طبعا هذا الخاصيه في لها برضو تايب دي اتش سي بي، دي اتش سي بي. بالطريقه هذه راح يكون عندك ماشين تاخذ اي بي مباشره من السيرفر. طبعا هذا الخيار اساسا انا ما فعلته على علامه الهاتف زي ما تشوفينها هنا، فخلاص يعني ما راح يشتغل. طيب هنا شوفوا عندك هنا السينكت فولدر. ايش هو السينكت فولدر؟ هو المجلد الذي سيتم مشاركته ما بين الهوست وما بين الفيرتشوال، ما بين الكمبيوتر الحقيقي وما بين الكمبيوتر الوهمي. افتراضيا انا ما راح اسوي شيء، لانه هو ايش راح يسوي؟ الويب سيرفر 1 المجلد هذا مباشره راح يكون مشارك داخل المشين حقتي بدون ما اني اوجع راسي، فما راح اعدل شيء هنا. طيب تقريبا هنا عندك موضوع البروفايدر، اذا حاب انك تعدل على البروفايدر، فعلى سبيل المثال اذا حاب انك اذا شغلت المشين تطلع الشاشه حقتي، انا ما احتاجه، ما ابي اشوف الشاشه يعني، اوكي، ابي كل الموضوع يكون كوماند لاين، فهذا كله ما احتاجه، اوكي. فطبعا في بعض الشغلات حتى الميموري كم تبي تعطيه الذاكره حقت المشين. هنا هو الفن، الفن موجود هنا. هنا يا طويل العمر لو فعلنا هذه الخصائص، ماشي، اول ما تشغل المشين راح يتم تنفيذ الاوامر هذه الاب جيت ابديت اب جيت انستول اباتشي 2. اول ما تشغلها ممكن اي امر، ترى اي امر تطبق بالشيل ممكن تسويه هنا، الا الاوامر اللي تطلب انبوت. يعني اذا كان على سبيل المثال ماي سكول سيرفر اللي بتنزله، ماي سكول سيرفر ايش بيقول لك؟ يقول ابغى الباسورد الافتراضي وهكذا، ماشي. الباسورد الافتراضي ما قد تسوي من هنا تسوي من هناك، فهذا يمكن ينزل لك برامج تسوي اعدادات من هنا، بس الشغلات اللي تحتاج انبوت على السيرفر نفسه ما تقدر تسويها من هنا. طيب ايش ممكن اركب؟ البي اتش بي ما راح تتطلب، اوكي، عندك البي اتش بي ماي ادمن، لا ما اقدر اركبها الحين، احتاج ايش؟ بس خلاص اركب اباتشي وبي اتش بي. ايش ممكن برامج تحتاجها؟ بس هذا السيرفر احتاجه، ماي سكول سيرفر اركبه بعدين. اوكي انا ممكن برضو خلاص كذا اتوقع كافي. لما اسوي كنترول اكس واضغط على واي بعدين اضغط انتر تم حفظ الملف، اسوي فاجرانت اب. الفاجرانت اب بيسوي شغله انه راح يشغل لي المشين، زين. بعد ما يشغل لي المشين راح ينفذ الاوامر اذا كانت الاوامر موجوده. الخيارات اللي شلتها قبل شوي علامه الهاش ممكن تطنش انت، مو بلازم انك تسويها، مزبوط، يعني ممكن تقول خلاص انا بركب البرامج بعد ما اشغل المشين، كيفك. هذه الشغله تاخذ حبه وقت شوي.
يلا على بال ما نخلص بعد برضه خلنا نتكلم عن حاجة أوكي، إنه إذا خلصت نطور على المشين حقتك أو ما يتخربط الكمبيوتر حقك، يعني ممكن تكون تخربطت الإعدادات أي سبب إن كان، كمبيوترك ما زال شغال، ما في عندك مشاكل في الكمبيوتر ولا في السيرفر، يكون عندك أكثر من نسخة للسيرفرات تشتغل عايش وعايش وعايش، كل مشروع موجود لحاله بسيرفره وعايش لحاله ولا يستهلك عليك مساحة ولا يكون في عندك خربطة قواعد البيانات ولا أي شيء. طيب الآن خلصنا على طول، سوى حاجة مهمة هنا طبعا، الآن بدي ينفذ الأوامر اللي سويتها قبل شوي، اللي app git update واللي app git dash y اللي yes apache 2 وش اسمه php، قاعد يركبهم لي الحين. الحين ركبوا php خلاص كده خلص. طيب بسم الله، كيف ادخل على الكمبيوتر الفيرتشوال سيرفر؟ اكتب فاجرانت، طبعا اكون وين موجود، لازم اتاكد انك موجود بالاتي، يعني كنت بالهوم كتبت فاجرانت اس اس اتش ما بيدخل على السيرفر، لازم تروح للمجلد اللي فيه السيرفر، فاجرانت ويب سيرفر 1 وتسوي فاجرانت اس اس اتش، هذا مباشره يدخلني على السكيور شيل في السيرفر دايركت. اوكي طيب الان لو فتحنا الملفات عندي هنا، دخلنا على وين فاجرانت، هذه فاجرانت يا الله سلط علي ذا، عند دخلنا على ويب سيرفر 1، هذه الملفات الان او هذا المجلد عباره عن مجلد مشترك اوكي، ما بين السيرفر وما بين الهوست، ما بين السيرفر اللي مسوي هذا وبين الكمبيوتر اللي شغال عليه. فلو جينا دخلنا على سي دي كتبنا فاجرانت بالشكل هذا، هذا المجلد الان ترى شغال وين، داخل على السكيور شيل في السيرفر ماشي، وسويت تاتش فايل دوت انتر، هذا الفايل شوفوا جاء مباشره ار ام فايل تم حذفه، فالمكان هذا تم مشاركته، اي شيء انا اضيفه هنا يعني حتى لو دخلت على المشين حقتي ذا سويت كرييت فولدر اوكي وسويت اوكي راح اصله موجود هنا، شوفوا نيو فولدر. خطيره الميزه هذه، ليش؟ المشروع البي اتش بي حقك تحطه هنا كله وتسوي له لينك خلاص، او تعدل اعدادات الاباتشي بحيث انه يكون هذا واحد من التطبيقات المواقع الموجوده في السيرفر. طيب الان اشتغلت المشين هذه وتاكد، نطلع نفتح البتاع هذا اوكي نسوي بينج، طبعا كان الاي بي عباره عن 192.168.30.10 اوكي، بس اتاكد انه الاي بي شغال هنا تنطق اوكي 33 اوكي تمام. لو دخلنا على المتصفح ورحنا 192.168 طبعا هذا الاي بي دائما استخدمه انا، شغال السيرفر عندي ما في مشاكل. طيب شفتوا الملف هذا اللي قلت لكم عنه، طبعا اللي هو لو سوينا ال اس ال الباك جراوند فايل هذا، حبيت اسوي سيرفر ثاني ماشي، اخذ الملف هذا اسوي له نسخ بس سي بي وودي على اي مجلد بي، انا راح اودي على ويب سيرفر 2 معليش سي بي باك جراوند فايل راح اوديه على ويب سيرفر 2 اوكي، وراح اطلع من هنا على ويب سيرفر 2 مجلد ويب سيرفر 2 اللي سويته، الان موجود هنا. مجرد ما اسوي باك جراوند اب طبعا ها في مشكله، الاي بي لازم اغيره، انا اخذ اي بي 10 ادخل على نانو باك جراوند فايل، راح انزل هنا اروح على الاي بي اللي انا سويته قبل شوي وينه، هذا 10 اخليه 11 واسوي باك جراوند اب، الان اشتغل السيرفر الثاني اوكي بنفس اعدادات السيرفر هذاك اللي انا سويته ما عدا الاي بي مختلف. طبعا نسيت اقول لكم حاجه، انا اشتغل معي هذا على طول لاني اوريدي منزل البوكس اللي اسمه ابونتو ترى، يعني هو ياخذ وقت ينزله من الانترنت، بس ينزله مره واحده وبعدين يبدا يوزع لك اياه على المشينز اللي عندك. اوكي يلا على بال ما يخلص، بس عشان افرق بين الاثنين جين جين جين. انا الحين مو موجود، موجود على السيرفر ويب سيرفر 1، راح اسوي نانو سودو نانو بار www.html index بس علشان يعني يكون في بينا داخل ايش غلطنا الباب ذا بلشه
اوكي راح نجي هنا نكتب اتش 2 وبعدين نكتب ويب سيرفر 1 زين. طبعا هذا معدلته انا ملف الاتش تي ام ال بس عشان تفرق بعد شوي. اوكي بروفيجنينج الان خلص قاعد اركب البرامج اللي حطيتها انا في الملف هذاك. هذا الملف الصغير تعطيه اي شخص بالعالم راح ياخذ نفس الاعدادات اللي عندك. هذه الميزه الموجوده في الباكجراوند. يا الله يا كريم ترجع تلفزيون الناس تربح بعضهم. تمام خلصنا. الان اقدر اظهر على الويب سيرفر هنا بس بدال 10 نكتب 11. طبعا نسوي تحديث بس راح تشوفون هنا ويب سيرفر 1. اوكي هذا مو ويب سيرفر 1. الان صار عندي سيرفرين في امكانيه انهم يتواصلون مع بعض من بينهم اي بي. هذا يعني اني اقدر احط لي داتا بيس سيرفر ويب سيرفر فايل سيرفر اللي ابي. مزبوط. اوكي الان صار عندي سيرفرات ووضعي لوز حلاوه صح. طيب كيف اقدر اتعامل مع المشين بعد ما اني انزله باجراوند اس اس اتش الغاي منه اللي دخلك على المشين خلصنا المشين حاب تسوي له ايقاف تشغيل تكتب هالت هالت يسوي ايقاف تشغيل. اذا حاب انك تطفي المشين يعني تحذفها كلها عشان ترجع باعداداتها الافتراضيه تسوي باجراوند انا موجود هنا خل اطلع تسوي باجراوند ديستروي راح يقتل هذه المشين كل اعداداتها الموجوده تحط يس كل اعدادات اللي سويتها بعد التشغيل راح تروح مو قبل التشغيل. يعني شفتوا الملف الاندكس هذا اللي عدلته قبل شوي لو شغلت المشين مره ثانيه بيروح الشغل اللي سويته. مضبوط طفينا شغلنا عرفنا كيف نسوي. هذه في امر حلو جدا انه ممكن نتعرف عليه في البوكس. البوكس طبعا له شغلات ثانيه موجوده عندك بوكس اد تضيف بوكس عشان تحمله من الانترنت تكتب بوكس وش اسم البوكس تكتب اسم البوكس هنا انا قبل شوي كتبت ابونتو زينايل 64 خلاص ينزل لك البوكس. هذا الغاية منه بس ينزل البوكس مو بانه شغل البوكس ماشي. طبعا في اكثر من حاجه في ريموف وفي ليست وفي لو سوينا ليست يعطيك البوكسات اللي انت منزلهم من الانترنت. تمشي في عندي سعادات هذا سكوتش بوكس وفي عندي ابونتو زينايل. طيب اعطيكم المرجع الان كيف تتعلمون من المرجع عشان نخلص الفيديو على خير. هذا الباك جراوند لو رحنا هنا على الدوكيومنتيشن اوكي راح نشوف اول شيء التثبيت ثبتناه راح تشوف الكوماندز. اوكي عندك كوماند بوكس تكلمنا عنه قبل شوي هذه الشغلات اللي موجوده فيه. لو ضغطنا على مثلا كوماند اد او كوماند ليست راح يقول لك انه يعطيك يسوي لك ليست. كل كوماند له شغله. في عندك كونكت في عندك ديستروي جلوبال ستاتس هالت انت لوجن شغلات كثيره. طبعا لوجن عشان يدخلك على الفاجرنت كلاود. كل هذه الاوامر ممكن تتعامل معها على راحتك. اوكي الافضل انك تدخل الان على الدوكيومنتيشن وتقرا وتتعلم. اعطيتكم الان مقدمه ايش هو الفاجرنت كيف يشتغل الفاجرنت فوائد الفاجرنت زي ما قلت لكم. معنا اول شيء كل بيئه مستقله ما يحتاج تدخل الكمبيوتر الخاص فيك. اذا خلصت تحذف و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تابعنا على سناب شات ها بس ترى ما في لينكس.